السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا عم أنا كلمتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حي بأحسن منها وردها. لا ردتها ولا حييت بأحسن منها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بحبك يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. كان فيه سؤال للشيخ ابن عثيمين، بيقول لما يعني يكون عندك جلد ولا حاجة، بتقول على مثلا تمسك ايدك او اخر مره تقول بتقول صار فيه نار في الحركه. تقول ايه؟ بس لا مش لازم تسمي الشيوخ، يعني ماذا تقول؟ بيقول لو عندك يعني حاجه مرض جلدي. ايوه. بتقولك عليك وتقول صار فيه نار في الحركه كذا مره لمده يومين. تقول ايه؟ ايه عفوا؟ فاصابها فيه نار في الحركه. يعني ما اظن الشيخ يقول كده ابدا. الشيخ انت تزعم ان الشيخ رحمه الله عليه يقول لو عندك مرض جلد ما بحثت عليه لقيت الشيخ بتفلقي كده. لا فين كان؟ اين قال هذا الكلام؟ انا بحثت من اليوتيوب ولقيت بمقطع يعني يقول لك الشيخ اذا اصابك مرض جلدي تقرا الايه فاصابا اعصار في نار فاحترقت. ما انا اتفقش. لا ما اظن الشيخ يقول كده لان هذا القول ها؟ لا انا ما استنكرت على كتب الشيخ. لا كلام لا يقبل اصلا من اي واحد قائله الا من رسول الله. دخل في لا يصح هذا الكلام معنا. ثبت عن شيخ ام لم يثبت؟ اثبت عن رسول الله. واحد عنده مرض جلد يقول فاصابها صار في نار فاحترقت. الكلام ده كلام ما نعرفلوش يعني إن قاله الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في تجربة شخصية هذا خاص به، لا نأخذ شرعنا من تجربة شخصية لأي عالم ولا لأي شخص. عندنا الآيات والأحاديث. وبعدين اللي جاب صباح صاروا في نار فاحترقت بهذا المعنى. عندنا حديث عن رسول الله بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا، هذا الوارد في السنة. أذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، إنما أجيب عقوبة في محلها أصابع صاروا في نار فاحترقت. كلام لا يدخله عقل. هذا الكلام أيضا الذي خرج به واحد يقول لك لو المرأة لا تحمل تقرأ مش عارف إيه أو عنده عمود فقري يقرأ، كل هذا تخريف ما لا مستند من الكتاب ولا من السنة. كن واحد شيخ قدرا توافق انه قرأ آية على شيء معين لا ناخذ من شرعا من الا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الامور الغيبية هذه يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بالنسبة لسؤال الأخ عن كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ايوه الله يرحمه ورحمه الله وسلم. هو فعلا الشيخ قال كده باللفظ، قال ان ذكر بعض الامراض الجلديه وقال يكتب عليها فاصابها اثار فيه نار فاحترقت، وقال ان هذا شيء مجرب. كل هذا لا نقبله ابدا. يعني الا يعد هذا من باب الـ لا 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 ابدا تداوي؟ ابدا ابدا. احذروا مثل هذا الكلام، احذروا مثل هذا الكلام. انا اقول لك كلام اخطر منه بكثير جدا. في ناس بيكونوا مربوطين عن نسائهم، ناس مربوطين عن نسائهم. فأنا ذهبت سألت واحد من الناس اللي مش عاوزين هؤلاء، قلت له كيف تعالج المربوط؟ اسمع كلامي يعني الخطر جدا اللي قاله. وقال أنا مجرب. قال لي إيه إنه مجرب؟ قلت له ماذا نفعل يعني؟ خبرني ماذا تفعل. قال نكتب من السرة إلى العورة بقلم بالزعفران ورفع صورة الانشراح. صورة ايه؟ الانشراح. انا فكرت في الكلام في قرأت ايات الصورة في ذهني، لقيت معنى ان هذا الشخص هيكفر بالله اللي يعمل هذا الكلام، لانه سيأتي عند قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك يلبسها المعنى الاخر الباطل القذر. نعم. انت فاهم الكلام؟ ندم بالله. نعم. قلت له يا اخي ده كده كفر، انت بتكفر كده. في الحق استغفر الله وارجع عن كل ما فعلت وتاب وانب الى الله.
عشان حرف الكلم وعياذا بالله، وكتب في موطن من مواطن العورة. فآيات الله لا تمتهن. من الرسول صلى الله عليه وسلم مرض وكسر. بعض الناس الآن يقول لك ايه من الناس اللي يزعمون المعالجة دي، يقول لك اكتب يا جبار يا جبار 70 مرة. طيب جبت كم ده؟ يقول لك مجرب. طيب يا اخي عندنا رسول الله كسر، ما كتب الجبار على رجلي 20 مرة ولا 5 مرات؟ والثاني يقول لك المرأة لا تحمل، المرأة لا تحمل. اكتب اكتب يا اخي، قال اكتب ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. بفيد الكتابة يا جماعة، الزموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الزموا تجارب الشيوخ لا تنفعنا، قول رسول الله المسدد الموفق، قول رسول الله هو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. اما اذا كل واحد شيخ، اي شيخ كان ما ايا كان شأنه، وانا جربت كذا يجعل شرعا، لا ابدا ابدا. السلام عليكم.